الحديث أكثر معي الكابتن أحمد الشلبي المدرب العام للجليل. هارد لك للجليل. كل الاحترام يا سيدي. في البداية بنبارك لنادي الفيصل اللي فوزه في مباراة اليوم. يعني مع احترامي نوعية اللاعبين والتحضير والتجانس والانسجام اللي موجود، باعتقادي هاي كلها فروقات بتعطي الأولوية للفيصلي والأفضلية في أنه يكسب في مباراة اليوم. بس أنتوا كنتوا أدينا مباراة الحمد لله طيبة. نعم إحنا سبع مباريات كل مباراة عن الأخرى عمال المستوى الفني بالتصاعد. فإنك يعني لديك 72 وأنت متعادل مع النادي الفيصلي، فباعتقادي هذا شيء طيب. وللتوضيح طبعا الفريق اللي بيلعب الآن في بطولة الدرع لم يدخل عليه سوى لاعبين اثنين، والباقي كله نفس الفريق اللي صعد من الدرجة الأولى. نتأمل إن شاء الله نفس الفريق باستثناء اللاعب محمد العدوان، واليوم دخل اللاعب محمود مشعل، وباقي ما تبقى الفريق هو من العام الماضي اللي صعد من الدرجة الأولى لدور المحترفين. تبقى تحضير واستعداد. هي محطة تحضيرية، بنتأمل قبل بداية الدوري أن يكون هناك تعزيزات في بعض المراكز اللي حسينا فيها كجهاز فني من خلال بطولة الدرع، اللي إن شاء الله نظهر في بطولة الدوري بشكل مغاير، وشيء إن شاء الله يكون الهدف الثبات في دور المحترفين. الله يعطيك العافية. كل الاحترام. مبارك للنادي الفيصلي. حبيبي الكابتن عامر علي معي. الله يعطيك العافية كابتن. هارد لك. يعني اللي شاهد المباراة الجليل تقريبا للدقيقة 72 أجت فرص، كان هناك فرص سانحة للتسجيل، ولكن سوء الطالع ممكن نهايات عندكم قلب هجوم او كذا. يعني الامور طبعا نتركها للكباتن في الشوط التحليلي. اول شيء الله يعطيكم العافيه، ومبارك لنادي الفيصل الفوز، وهارد لك انه يعني الفرص اللي صحت لنا قله خبره، لانه احنا تقريبا يعني نفس فريق الدرجه الاولى، كنا مشاركين مع نادي الفيصل. ان شاء الله بالتمارين يعني بدهم شده حيل كمان اللاعبين، عندنا اعمارهم صغيره والمستقبل امامهم. والمستقبل امامهم. نعم، بنبارك لنادي الفيصل وهارد لك، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله.